السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في النسخة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت شعار بلا حدود، والذي يعكس بشكل مثالي طموح دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتطلع دائما إلى قيادة الابتكار والريادة في الاستدامة وتعزيز التواصل العالمي. أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خطة دبي الحضرية 2040 برؤية طموحة بأن تكون دبي أفضل مدينة للحياة في العالم من خلال تهيئة أفضل بيئة وبنية تحتية لتعزيز سعادة مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها. من هذا المنطلق حدثت هيئة الطرق والمواصلات خطتها الاستراتيجية 2030 لتحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، وركزنا في خطتنا على عدد من المحاور ونذكر منها محورين رئيسيين. أولا التكامل والتنقل المبتكر والتوسع في خدمات التنقل الحالية وتطوير أنظمة التنقل المتصلة وذاتية القيادة. ثانيا والاستدامة، حيث سيتم التركيز بصورة أكبر على تبني وسائل النقل الصديقة للبيئة بالإضافة إلى الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية. خلال العقدين الماضيين شهدنا تنفيذ مشاريع نوعية لخدمة سكان وزوار الإمارة، وتطورت ممارسات إدارة المشاريع في الإمارة من المفاهيم التقليدية إلى مفاهيم قياس الأثر والمنافع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث يتم اختيار وتنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية التحولية بناء على معايير ودراسات تؤدي إلى تعزيز اقتصاد إمارة دبي وجودة حياة المجتمع. على سبيل المثال، تقدر الفوائد الإجمالية للخط الأزرق للمترو بحوالي 57 مليار درهم بحلول عام 2040.